تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق وثيق مع عناصر المديرية العامة للأمن الوطني من توقيف 4 أشخاص آخرين على التوالي بتاريخ 26 و22 من شهر شتنبر الجاري، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بمخططات الخليجية الإرهابية الموالية لتنظيم داعش والتي تم تفكيكها بمدينة الراشيدية في 14 من شهر شتنبر الجاري. وأوضح المكتب المركزي أن توقيف هؤلاء المشتبه فيهم 4 يأتي في سياق الأبحاث والتحركات المتواصلة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والرامية إلى تشخيص وتوقيف جميع الأعضاء الذين ينشطون في إطار هذه الخلية الإرهابية وتحديد امتداداتها وارتباطاتها الوطنية والدولية، فضلا عن رصد كافة مشاريعها ومخططاتها التخريبية الهادفة للمس الخطير بالنظام العام. وأضاف المصدر ذاته أن المعلومات الأولية للبحث الذي يواصله المكتب المركزي للأبحاث القضائية على خلفية تفكيك هذه الخلية الإرهابية تشير إلى أن أعضاءها بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم داعش وانخرطوا في حملة استقطاب وتجنيد لفائدة تنظيمهم الإرهابي الذي اختاروا له اسم جماعة التوحيد الإسلامي بالمغرب. كما أوضحت إجراءات البحث يضيف البلاغ أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية فوق التراب الوطني حددوا لها كأهداف تتمثل في مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية واستهداف قائمة محددة لموظفين يشتغلون في مرافق أمنية وعسكرية وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية، كما أعلن أعضاء هذا التنظيم وفق البلاغ عن رغبتهم في التجنيد والاستقطاب للالتحاق بولاية خراسان باعتبارها ملاذا جديدا للتنظيمات الإرهابية، كما عبروا عن مناصرتهم ومباركتهم للعمليات الإرهابية التي استهدفت مطار العاصمة الأفغانية في الآونة الأخيرة. وأشار البلاغ إلى أنه يتواصل حاليا إيداع جميع الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية البالغ عددهم إلى حد الآن 7 أشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.